السابق إثر أزمة قلبية حادة، وستتم الصلاة عليه في جامع بيبك، ومن بعدها سينقل إلى مقبرة العائلة في زينجر ليكوي. نوافيكم بالتفاصيل بعد قليل. شو ألبير، هيك القضية بدها تتسكر؟ ما في مجال لشيء تاني. الدولة ما فيها تصريح أنه رئيس المخابرات تم اغتياله. ليش؟ الاغتيالات يلي بتصير لرؤساء الدول ما بتصير كمان لرؤساء المخابرات؟ الأحداث اللي صارت بالفترة الأخيرة عملت ضغط كبير، وبعد ما قتل الرئيس بينخلق حالة ذعر، يمكن هيك فكروا الكبار. يعني قصدك بالكبار جنكيز؟ بالنتيجة الرئيس هلأ جنكيز حتى لو كان بالوكالة. ألبير، وورال عم بيقول إنه الجاسوس هو جنكيز. بس هذا مستحيل. أنت سمعت بنفسك لما تم اقتراحه لجنكيز. عبد الحي كمان سمع لما وورال أكد إنه الجاسوس هو جنكيز. سافي الورال بيعرف مين بده يجي محله لما يموت، لهيك حب يخرب عليه. بعمره وورال ما فكر غير بحاله وبس، حتى ولو بيعرف انه بده يموت، وخاصة بعد ما خسر أصابعه. بيضل جنكيز شريكنا بالقضية، لأنه كان شريكنا بكل الظروف ورفض كل مغريات وورال. جنكيز ما ممكن يكون خاين أبداً، وهلأ جنكيز شخص وصل لأعلى المناصب، ليش حتى يكون خاين؟ وانت شو بتسمي خيانة وورال؟ وورال واحد وسخ بالأساس. ألبير، أنا ما عم وجه هاي اتهام، أنا عم قلك اللي سمعته، وأنا عم جاوب على اللي بعرفه. فيك تشك فيني بس جنكيز لا. طيب، بظن انه مع الوقت ومن تصرفات جنكيز فينا نعرف اذا كان حكي وورال صح ولا لا. انا شخص بينتبه كتير، لهيك ما بظن. شو معلوماتك عن اسكندر الكبير؟ اللي بعرفه انه موجود باسطنبول. لمين تابع؟ هو شخص طموحه كتير كبير، لهيك ما انه تابع لحدا. له علاقة بالرئيس؟ الرئيس ما كان يحبه لأنه مفكر حاله شغلة، وكان يقول كمان ما عم بفهم ليش لهلأ متحملينه. متحملينه؟ واحد شغلته وعملته الوساخة، آخر مرة نفوه، حتى الرئيس تفاجأ برجعته على اسطنبول. بتشك إنه هو اللي قتل الرئيس؟ وأنا شو بيعرفني ألبير؟ خلي جنكيز يسأله أو يدور على اللي قتله. بعدين وقت اللي انقتل الرئيس ما حدا كان بيعرف مكانه غير أنت وكامل وبس، واللي قتله ما ترك أي دليل أو وصوا بظهره. بظن أنه الرئيس والقاتل بيعرفوا بعضهم منيح. القاتل ترك سلاحه ومشي، وما كان مستعجل وما كان خايف من أي شيء. لنفرض إنه اسكندر هو القاتل، إذا لاحقناه البلد رح يغرق ببحر من الدم. هو قوي كتير وجماعته بيحبوه للموت. اسكندر عنده 100 طريقة ليحمي حاله، وهلأ ما فينا نعمل شيء. قصدك إنه أقوى من الدولة؟ هيك شيء. والكبارية اللي كان رح يخليني يشوفهم الرئيس شو عم بيساووا؟ وصلهم خبر باللي عم تقوله؟ بس تشوفهم فيك تسألهم بنفسك، حابب أعرف جوابهم. طيب ألبير، بشوفك بالجنازة. معلم، ليش نحن بدنا نروح على جنازة؟ إذا نحن ما قلنا كلمتنا بالجنازة يا عبد الحي، مين برأيك ممكن يقولها؟ بدي أحكي معك ضروري.
ماشي، بس انت شو عم تساوي هون؟ نبهتكن 100 مرة إذا إجا حدا بتخبروه دغري. عبدو بس كمان بتنبهونا إنه ما نقطع عليكم الاجتماع. قلي شو نعمل؟ بجوز المعلم هو اللي بعت وراها مشان تجي بعيد الحب. بلا علاك فاضي، مو ناقصه المعلم إلا يحتفل بعيد الحب. هدى نحن ما عم نلعب هون. بعدتك تدرسي بمدرسة داخلية برا البلد وفجأة بتغيري رأيك وبترجعي. انت شو اللي ساويته مراد؟ انت ما عم تفهمي علي شو عم قول؟ سؤالي بسيط وواضح، انت شو إلك شغل هون؟ انت شو إلك شغل مع جودي؟ جودي مين؟ وشغل شو؟ مراد اوعك تلعب معي، استغبيتني لدرجة كبيرة، بدك تجاوبني هلأ. انت بعتتنا برات البلد مشان تبقى مع جودي؟ لك هدى انت شو عم تحكي؟ حتى مرحبا ما في بيناتنا. طيب فيك تقلي شو هاي؟ بياع الورد واحد كذاب. يعني لمين بده يبعث الورد؟ المعلم ميماتي. اي وشو عرفنا؟ بيجوز المعلم مرافق له شي وحده. هلا المعلم ميماتي بده يبعث ورد لمرا؟ اكيد هي لعبه من بياع الورد مثل عادته. انا حاسس انه في شي تاني. عمران ليكون انت اللي عامله وعاطيهم اسم المعلم ميماتي. اذا بدي اعطيهم اسم حدا فبعطيهم اسم المعلم مراد، واكيد ما رح يدققوا بالفواتير. بعدين هو إله بالعاده يبعث ورد للنسوان. ايه وبلكي المعلم طلب اكليل الورد اللي يبعته على جنازه. ليش انت مصر انها تكون مرأة؟ ميماتي بهاش ورد. ايه ما عم تركب بعقلي بنوب. Fighting broke out overnight between rival factions along the Israeli-Syrian border. Initial reports claim Israeli jet fighters bombed a guerrilla base killing at least 49 حبيبي يسلم ايديك على هالوردات. شو عجبوكي؟ عجبوني وبس. انت ذوقك بجنن. طبعا لازم يكون بجنن ولا بلا. اما هلا بدنا نتعشى انا وحبيبي ميماتي برا باحلى مطعم بالبلد. برأيي إنه الحلوة تحضر العشاء هون منشان نبقى لحالنا. مثل ما بدك حبيبي. هدول إلك. هدول كتير حلوين، يسلموا إيديك حبيبي. ولو ما لقيمة ذهب أبيض ولولو. ليش على طول بحسك خايف؟ شو هالحكي الفاضي؟ أنا قصدي بالتعبير عن مشاعرك إلي. لا بس أنا صار لي فترة متضايق شوي. أنت رجال كتير ظريف. أنا؟ وهذا الشيء واضح، وإلا ليش جبت الورد والهدية؟ من شان تنبسطي. مع انه لهلا ما بعرف ليش النسوان تنبسط من هيك شغلات. اذا حدا قدم لك هديه ما بتفرح؟ ومين بده يهديني؟ اذا في حدا ممكن يهديني عن جد فهي الهديه بدها تكلفه كتير.
مين اللي بعد؟